الآن عدوان إسرائيلي للانتقام من الشعب الفلسطيني، يقتل الأبرياء، يدمر الأحياء، قطع المياه والكهرباء. الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي يحاصر غزة منذ 15 عام اليوم يرتكب جريمة بشعة أمام العالم. وأنا أعتقد أنه أخذ تفويضا للأسف الشديد من العدو الأول للشعب الفلسطيني وللشعوب الحرة في العالم، هو الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية من الساعات الأولى وضعت كل إمكاناتها تحت تصرف هذا الكيان المحتل لتشجع وتعطي الضوء الأخضر للعدوان على الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد كل من يتحدث عن السلام عليه أن يراجع نفسه، لماذا لم يجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي؟ لماذا لم ينتهي الاحتلال منذ عام 67؟ لماذا لم تنتهي معاناة الفلسطينيين منذ 75 عام؟ نصف الشعب الفلسطيني 7 مليون بيعيشوا في مخيمات حتى الآن من 48. العالم صمت عن جرائم إسرائيل، والآن العالم الغربي المنافق نرى جميعا يدين ما جرى للإسرائيليين ويعطي إسرائيل ضوء أخضر لمزيد من العدوان. هذه الحكومة الإسرائيلية، حكومة اليمين المتطرف، حكومة الصهيونية الدينية التي لا تعترف بفلسطين، والتي تريد أن توسع الاستيطان، والتي تريد أن تقتل الفلسطينيين يوميا، يقتل الفلسطينيين يوميا، يقتل الفلسطينيين، ولا صمت دولي أو انتقاد هنا أو هناك، لكن لا يصل إلى درجة الفعل. ولكن مع إسرائيل في فعل، في سلاح، في أموال، في قرارات في مجلس الأمن تتبناها الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية. أنا برأيي أنه على المجتمع العربي والحكومات العربية، كما دعت المغرب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أن يقفوا وقفة قوية لوضع حتى المصالح الأمريكية في المنطقة، وأن مصالح الجميع يمكن ضمانها من خلال إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. لا يمكن أن يعيش الفلسطيني خارج التاريخ والجغرافيا، لا يمكن الفلسطيني يعيش كما يقول اليمين الصهيوني المتدين، إما أن تعيشوا عبيدا عندنا أو تغادروا البلد أو تقتلوا. هذه الخيارات التي طرحت من حكومة اليمين الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. نحن نريد من أمتنا أن تخف كما تخف الشعوب الآن. وأنا أعتقد أنه موقف المغرب وجلالة الملك هو موقف دائما يحافظ على الحقوق الفلسطينية ويعتبرها مصلحة مغربية من الدرجة الأولى، ولذلك نتطلع لأن ينتقل هذا الموقف ويجسد بقرارات الجامعة العربية، وأن يكون هناك تحرك سريع لحماية الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني الآن يتعرض لعدوان، لقتل للأبرياء الفلسطينيين بالجملة، القصف الإسرائيلي لأحياء مدنية ولعائلات بكاملها الآن تحت الأنقاض. الشعوب العربية عندما تتحرك دعما لفلسطين ودعما لحقوق الفلسطينيين ورفضا للمجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، الشعوب العربية يجب أن تتحرك دفاعا عن الأقصى. لا أعرف إذا كنت قد شاهدت ما يجري يوميا في الأقصى من اعتداءات في الأيام الأخيرة، من إهانة للدين الإسلامي، من الاعتداء على النساء الفلسطينيات، من البسخ على المسيحيين الفلسطينيين والأجانب الذين يزورون فلسطين، من إعلان مسبروفيتش هذا وزير المتطرفين الإسرائيليين أنه بكتاب ألفه ونشره أنه يريد بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى. أنا أعتقد أنه هناك سؤال مطروح على الأمة، يجب أن تقف هذه الأمة مع الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني اللي بدافع عن كرامته، يرفض الإذلال ويريد الحرية. باختصار، نحن قابلنا بقرارات الشرعية الدولية، نريد تنفيذ لهذه القرارات منذ عام 67، 2-4-2، 3-3-8 مليون، 100 قرار آخر بعد هذه القرارات تطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال. والآن يتحدث هو كأن إسرائيل دولة بريئة. إسرائيل تحتل فلسطين، شعب الفلسطيني تحت الاحتلال يقاوم هذا الاحتلال، والشعب الفلسطيني يدفع ثمن يومي ويعاني من الاحتلال. نريد وقفة جادة بحيث توضع مصالح أمريكا أولا ومصالح الدول التي تساند الاحتلال الإسرائيلي
في كفة واللجوء إلى سلام واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في الكفة الأخرى. نريد تنفيذ القرار الدولي. نحن طالبنا بحماية، نحن طالبنا بحماية دولية وإنهاء الاحتلال، ولكن لم يستجيبوا لنا. نريد التدخل من أجل وقف هذا العدوان ووقف الاحتلال ومنح الفلسطينيين حقهم المنصوص عليه بالقرار الدولي في تقرير المصير وإقامة الدولة. الآن هذا يتوقف على ردة الفعل الشارع العربي وأصدقائنا، ونحن نوجه الشكر لكل من وقف معنا على الصعيد الدول العربية ومواقفها الرسمية، الشعوب العربية والشعوب الإسلامية والشعوب الصديقة. نحن نريد وقفة واضحة وقوية وضاغطة على المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة من أجل وقف هذا العدوان. لماذا العالم يرفض ما يجري بأوكرانيا ويعتبر أن الاحتلال الروسي مرفوض وأوقعوا آلاف العقوبات على روسيا ويصمتوا عما يجري في فلسطين؟ الشعب الفلسطيني بردة فعله يريد أن يثبت للعالم أنه لا يمكن أن يتم تجاوز حقوقه. حقوقنا يجب أن وفق القانون الدولي أن تحقق بإرادة إنسانية، بإرادة دولية، باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي. عكس ذلك الإسرائيليين سيبقوا يدفعوا ثمن كما نحن ندفع الثمن. لا يمكن أن يدفع الفلسطيني ثمن لوحده، ونحن شاهدنا أقوى جيش في المنطقة كيف يتم ينهار أمام إرادة المقاومين الفلسطينيين. هذا جيش احتلال ويجب أن ينتهي الاحتلال حتى نعيش بسلام في المنطقة. دون ذلك أنا برأيي سنبقى في نفس الدائرة التي بدأت منذ 75 عام حتى هذه اللحظة.